موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم. والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا وحواء تبع لآدم. يبقى اهبطا خطاب لآدم وإبليس، واهبطوا خطاب لآدم ومعه حواء وإبليس. قال والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد أشار بذلك ابن كثير رحمه الله أن جميع الروايات التي فيها ذكر الحية وأن إبليس دخل فيها ومن خلالها وسوس لآدم كلها إسرائيليات لا تثبت، والموقوف منها لا حجة فيه والله أعلى وأعلم. وقد سبق أن أجبنا عن سؤال كيف أهبط إبليس وقد أهبط قبل ذلك، فهل رجع فدخل الجنة ثم أهبط مرة ثانية؟ نقول لا دليل على أنه دخل الجنة سواء في فم الحية أو بغيرها، ولا تمتنع الوسوسة من خارج. هو قد أهبط من المنزلة التي هو فيها، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وأما هذا الإهباط فإلى الأرض خصوصا، فهو مأوى، فالأرض مأوى الإنس والجن في الأغلب. قد ينتقل الجن في بعض في السماء الدنيا، ولكن هم في النهاية يعني مساكنهم في الأرض. قال ابن كثير وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع ذلك ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات. إن آدم أنزل في الهند، وحواء مش عارف في جدة، والتقى بعرفة، وكل هذا مما لا دليل عليه. قال ولو كان في تعيين هذه البقاع، في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم
لذكرها الله تعالى في كتابه ورسول أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله عند من يتأمل يعلم أن قصص القرآن إنما يذكر الله عز وجل فيه ما ينفع العباد في دينهم ودنياهم، ويعلمهم الفوائد العظيمة لمن تدبر قصص القرآن، وليس أن هذا قصص لمجرد التسلية والحكاية وهي التي يهتم بها أهل الكتاب، وكذا قصص الدنيا فإنهم يهتمون جدا بالتفاصيل التي لا تؤثر شيئا نحو هذا الأمر. أين نزل آدم وأين نزلت حواء وأين التقيا، ويمكن أن يكون نزل معا وبقي في مكان واحد يعيشان حياتهما الجديدة، ولا شك أنه لا بد أن يكون عاش معا بعد ذلك حتى تحصل الذرية، والله أعلم. وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأعمار مضروبة إلى أجال، مضروبة إلى أجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. قال ابن عباس مستقر القبور وعنه وجه الأرض وتحتها، رواهما ابن أبي حاتم. وقد ذكرنا أن ابن جرير رجح أن المستقر هو فوق الأرض وتحتها الأرض لعموم الاستقرار. قوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، قال يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. وبهذا تمت حكمة الله في جعل خليفة في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقد وقع ما أراد الله بحكمته وعدله سبحانه وتعالى بعد أن أسكن آدم الجنة مدة، ثم بعد ذلك أهبط إلى الأرض بالخطيئة. وقد ذكر خلاف في أن الجنة التي سكنها آدم عليه السلام ثم أهبط منها هل هي جنة الخلد أم أنها جنة في الأرض، يعني حدائق في الأرض ونحو ذلك. الصواب أنها جنة الخلد إذا أطلق ذكرها الجنة فهذا هو المقصود، جنة الخلد، إلا أن يدل دليل وقراء على صرف ذلك عن لفظ عن ظاهر معنى لفظ الجنة إلى الحديقة أو نحو ذلك. قد ذكر ابن القيم وأطال في هذا إطالة كبيرة ولم يرجح ترجيحا قويا في حاد الأرواح، والصواب ما ذكرنا لأن ذلك هو الظاهر عند الإطلاق. ثم الآثار التي ذكرناها لأن آدم قال يا رب إذا تبت واستغفرت قال إذن أدخلك الجنة، يعني يرده إلى الجنة، وبعضها فيه يرده إلى الجنة. قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال الطبري رحمه الله
يقول جل ثناؤه للجهلة من العرب الذين كانوا يتعرون للطواف اتباعا منهم أمر الشيطان وتركا منهم طاعة الله، فعرفهم انخداعهم بغروره لهم حتى تمكن منهم فسلبهم من ستر الله الذي أنعم به عليهم حتى أبدى سوآتهم وأظهرها من بعضهم لبعض، مع تفضل الله عليهم بتمكينهم مما يسترونها به. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأنهم قد سار بهم سيرته في أبويهم آدم وحواء اللذين دلاهما بغرور حتى سلبهما ستر الله الذي كان أنعم به عليهما حتى أبدى لهما سوآتهما فعراهما منه. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يعني بإنزاله عليهم ذلك خلقه لهم ورزقه إياهم. واللباس ما يلبسون من الثياب يواري سوآتكم، يقول يستر عوراتكم عن أعينكم، وكن بالسوآت عن العورات، واحدتها سوءة وهي فعلة من السوء، وإنما سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها من جسده، كما قال الشاعر خرقوا جيب فتاتهم لم يبالوا سوءة الرجل. وفي رواية حرمة الرجل، يقول وكن جيب فتاتهم عن عورتها وفرجها وأنث الرجل فجعل المرأة رجلة. قال وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل عن مجاهد في قول الله لباسا يواري سوآتكم، قال كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة ولا يلبس أحدهم ثوبا طاف فيه. هذا والله من الخبل والجنون أن يتقربوا إلى أن يفعلوا ذلك ثم أن يتقربوا إلى الله بذلك. وقد سيقت القصة من أولها لبيان أن هذا الأمر إنما هو من الشيطان، وأنه قديم منذ أغوى الأبوين يريد أن يظهر العورات المكشوفة، يريد أن يظهر العورات ويكشفها. نسأل الله العافية. عن مجاهد يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال أربع آيات نزلت في قريش، يعني الآيات دي هذه والتي تليها أربع آيات، ثلاث بعدها. كانوا في الجاهلية لا يطوفون بالبيت إلا عراه. العجب أنهم يقولون لا نطوف في ثياب عصينا فيها الله، فلماذا تسيرون في الطرقات؟ سبحان الله، وقد عصيتم الله. عن معبد الجهني قال عن عوف قال سمعت معبدا الجهني يقول في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ريشا، قال اللباس الذي تلبسون، يعني معبد ليس ممن يؤخذ عنه علم ولا تفسير. نتعجب لماذا ذكره هنا وهو لا يذكر عن أئمة البدع. فمعبد الجهني هو أول من قال بالقدر في البصرة ونفى القدر وقال أن الأمر أنف فلا يصلح أن يؤخذ منه علم ولا ينسب إليه في تفسير ولا حديث. عن مجاهد قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قال كانت قريش
تطوف وراه لا يلبس أحدهم ثوبا طاف فيه. وقد كان أناس من العرب يطوفون بالبيت وراه. عن السدي لباسا يواري سوآتكم قال هي الثياب. عن عروة بن الزبير قال اللباس الثياب. عن الضحاك في قوله أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني ثياب الرجل التي يلبسها. وريشة قال أبو جعفر اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار وريشة بغير ألف، وذكر عن زر بن حبيش والحسن البصري أنهما كان يقرآنه ورياشا. عن زر بن حبيش عن عاصم أن زر بن حبيش قرأها ورياشا. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك قراءة من قرأ وريشا بغير ألف لإجماع الحدة من القراءة عليها. ظهر أن هذا ليس إجماعا بل هذه القراءة أيضا مشهورة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في إسناده نظر أنه قرأه ورياشا، فمن قرأ ذلك ورياشا فإنه محتمل أن يكون أراد به جمع الريش كما تجمع الذئب ذئابا والبئر أبر، ويحتمل أن يكون أراد به مصدرا من قول القائل راشه الله يريشه رياشا وريشا، كما يقال لبسه يلبسه لباسا ولبسا. قد أنشد بعضهم فلما كشفنا اللبس عنه مسحناه بأطراف طفل زان غيلا موشما. فلما كشفنا اللبس عنه بكسر اللام من اللبس، والرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب من المتاع مما يلبس أو يحشى من فراش أو دثار. هو ذا الظاهر والأقرب أنه ما ظهر من الثياب من المتاع، والريش إنما هو المتاع والأموال عندهم، وربما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال. يقولون أعطاه سرجا بريشه ورحلا بريشه أي بكسوته وجهازه، ويقولون إنه لحسن ريش الثياب، وقد يستعمل الرياش في الخصب ورفاهة العيش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.